ام فهد، ام فهد لا حد يغلبك. أحلام تقدم هدايا بملايين الدولارات لأصالة بعد زيارتها المفاجئة لها، لن تصدقوا ماذا أهدتها. قدمت الفنانة الإماراتية أحلام قائمة هدايا مميزة لزميلتها الفنانة السورية أصالة، وذلك أثناء استقبالها لها ولزوجها الشاعر العراقي فائق حسن في منزلها. وشارك زوج أحلام بطل الراليات السابق مبارك الهاجري المتابعين عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة عبر إنستغرام مجموعة فيديوهات توثق أجواء زيارة أصالة وزوجها له ولزوجته في منزلهما. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو خالد، ام خالد الغاليه نورت. وكان من بينها فيديو كشفت فيه احلام عن الهدايا التي قدمتها لاصاله بمناسبه صلحهما، مبينه انها انتقت لها بعض الاكسسوارات والامتعه النسائيه المصممه من قبل مصمم الازياء اللبناني زهير مراد. هديتك شنو هديتك؟ هديتك شنو هي؟ فستان وجبنه وشنطه. وطلبت أحلام من أصالة ذكر الهدايا التي أهدتها لها لتعد قائلة: فستان، جزمة، شنطة، لتقاطعها الأولى قائلة: من عند زهير مراد. وتم أيضاً تداول مقطع فيديو من الزيارة ظهرت فيه كل من أحلام وأصالة والفنانة المغربية أسماء المنور التي كانت حاضرة أيضاً، إذ وصفت كل من أصالة وأسماء الزيارة بالمميزة، شاكرتان أحلام على استضافتها، وهما استمتعا بالطبق الرئيسي على المائدة المؤلف من السمك. شو كيف اليوم؟ الأكل يا جماعة. الأكل الله يخليك، ركزي على الأكل. الأكل شيء مثل الخيال. وكانت قد عادت المياه إلى مجاريها بين أحلام وأصالة بعد سنوات من القطيعة، وذلك بعد أن أحيتا حفل زفاف خاصاً قبل عدة أشهر، فحينها أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي النجمتين وهما تغنيان بانسجام كبير معاً. ومع بداية العام الحالي كانت أثارت الفنانة أصالة ضجة واسعة بعد اتهامها بالتجاهل صديقتها الفنانة أحلام، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جوي أوردز، وتحديداً أثناء اعتلائها المسرح لاستلام جائزة أفضل فنانة عربية، واكتفت بالتعبير عن حبها للفنانة اللبنانية إليسا متجاهلة أحلام ونانسي المرشحتين أيضاً للجائزة. وكانت علاقة أحلام وأصالة قوية للغاية قبل أن يحصل بينهما خلاف أبعدهما عن بعضهما، كان سببه الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث انفعلت حينها أحلام وقامت بحظر أصالة عن حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد فترة تدخل فاهد ابن أحلام لحل الخلاف بين والدته وأصالة وتعود الصداقة بينهما.